انا ما عنديش ثقه في نفسي ومش عارفه ازاي اكتسب الثقه دي في نفسي ومش عارفه ازاي اكون شخصيه واثقه من نفسي. انا بحس ان انا كلمتين بيودوني وكلمتين بيجيبوني، وساعات بحس ان انا ببذل مجهود كبير جدا عشان مثلا اعرف اتكلم كلمتين، طول الوقت اللي حواليا بيقولوا لي كلام يخليني بصل نفسي ان انا وحشه وان انا دايما انا مش هطلع خطوه لقدام، واني انا مهما عملت انا هفضل قليله في نظرهم. بنات كتير وشباب كتير الحقيقه بيعانوا من قله ثقتهم في نفسهم. واضح ان دي بقت السمه الغالبه، لان احنا بقى المدخلات بتاعتنا فيها تشوش وبقى عندنا تصور سلبي عن ذاتنا. تقريبا ما بيعديش عليا يومين غير وبتوصلني رساله بتتكلم ان ثقتها في نفسها مضروبه، سواء كان بسبب عيلتها واقرب الناس ليها اسرتها، او بسبب اصحابها، او بسبب زمايلها في الشغل اللي عايزين يحبطوها، او ان هي نفسها حاسه ان ثقتها في نفسها معدومه. واحده قالت لي ان باباها هو سبب قله ثقتها في نفسها، وواحده ثانيه قالت لي اصحابي طول الوقت بيقولوا لي كلام وحش عن نفسي فانا فاقده الثقه في نفسي اطلاقا. ليه ثقتي في نفسي بتبقى معدومه؟ ازاي ازود ثقتي في نفسي؟ بما اني اصلا شغاله في الاعلام وشغاله في الظهور قدام الكاميرات والكلام مع الناس بشكل عام، ده بيخلي الواحد برده بيلمس بعض النقاط. خليني اقول لكم مقومات عامه او اساسيات عامه لو موجوده عندك انت اللي حواليك كله ما يحسوا انت واثقه في نفسك. اول حاجه ودي انا بشوفها من الحاجات المهمه جدا جدا هي نظرتي لنفسي ايه. شايفه شكلك وشايفه شخصيتك عامله ازاي؟ بتحبي نفسك ولا بتكرهيها؟ متصالحه مع ذاتك ولا لا؟ يعني لو انا واحده بتكلم عن نفسي طول الوقت بسلبيه، بقعد اقول لنفسي عفوا يعني منكم، بس انا بسمع بنات كتير بتقول لنفسها في المواقف لما تعرض مثلا لخيبه امل، الموقف تصرفي فيه وحش واللي حواليها ينصحوها بتاع ده انا كنت حماره، ده انا كنت غبيه، انا ازاي اتصرفت التصرف ده. الحقيقه انه لما بترددي الكلام ده كتير وبتسمعيه لودانك كتير، بعد شويه انت بتقتنعي بيه. لازم اول حاجه تحبي نفسك، تحبي نفسك بمشاكلك، تحبي نفسك بعيوبك، تحبي نفسك باخفاقاتك، تحبي نفسك بصراعاتك مع نفسك، وده يبان ليكي في تصرفاتك ويبان ليكي في افعالك. زي مثلا ساعات كده تلاقوا حد لما بتقف في المرايه تقعد تقول لنفسها، اكيد كلكم مريتوا بالشخصيات اللي زي دي، يا اختي عليا ده انا زي القمر، ده انا ما جابتنيش ولاده، وهكذا. في ناس كده هي طول الوقت بتحب نفسها على فكره، وده ملوش علاقه مثلا بشكلهم عامل ازاي او البوزيشن او اللي هي الوضع الاجتماعي بتاعهم عامل ازاي او الناس بتقول لهم ايه، لا. ودي اول حاجه انت محتاجه تقويها جدا في نفسك. طب يا تسليم انا ما عنديش مميزات، او انا مش ما حدش بيقول لي كلام حلو، او انا عمري ما حد قال لي ان انت ما شاء الله عليكي فيكي ميزه فلانيه او ميزه علانيه او كده. بصي لما بنشوف حد نظرته لنفسه وحشه، احنا غصب عننا بنلاقي نظرتنا ليه مش حلوه، بنلاقي نظرتنا ليه بتاخد جزء كبير من انطباعه عن ذاته. اللي هتفكري فيه واللي هتتبنيه واللي هتشوفي نفسك بيه هتكوني عليه في يوم من الايام. اللي هيشوف نفسه وحش هيبقى وحش، واللي هيشوف نفسه انه حلو ويقدر يعمل هتلاقي نظام حياته وكوكتيل افكاره هيصب في نفس الفكره فهيكون عليها في يوم من الايام. هتكرهي نفسك، هتشوفي نفسك وحشه، هتبقي شايفه انها ما تستاهلش الافضل، وبالتالي انت ما تستاهليش انك تطلعي خطوه لقدام. يبقى اول حاجه شوفي نفسك حلوه وشوفي نفسك تستحق الافضل، وشوفي ان ربنا سبحانه وتعالى كرمك واداكي اللي ما اداهوش لغيرك، وشوفي نفسك هتقدري تعملي اللي انت عايزاه. اللي قدر ينجح واللي حب نفسه مش احسن منك في حاجه، ربنا اداكي اللي اداهوله بالظبط، مفيش اي اختلافات، لكن الظروف اللي حوالينا احنا اللي قادرين نخليها تاثر علينا تاثير ايجابي او تاثر علينا تاثير سلبي. عايز اقول لكم قصه قراتها زمان وانا في ثانوي، بس كانت مأثره جدا جدا فيا. كانت بتحكي عن اتنين اخوات ابوهم كان بلطجي بالمعنى الدارج، او قتل قتله بالمجرم يعني بمعنى اصح. الاب ده كان بيتعامل معاهم بقسوه واتسجن، حياتهم صعبه جدا وحياتهم قاسيه جدا، الظروف المواتيه ليهم او الظروف المحيطه بيهم ظروف مش كويسه. الاخين دولت لما كبروا واحد فيهم كان مجرم والتاني كان استاذ جامعه. لما سالوا استاذ الجامعه انت ازاي قدرت توصل برغم ظروفك الصعبه دي للي انت فيه دلوقتي، قال انا وصلت للي انا فيه ده بسبب ظروفي الصعبه، خلتني اقول انا لا يمكن ابدا اخد المسار اللي ابويا خده. ولما سالوا المجرم قال لهم انا ظروفي هي كانت سبب اللي انا، فاحنا نقدر نحول من الظروف اللي حوالينا ونقدر نحول من نظرتنا لذاتنا لحاجه تكون بالنسبه لنا دافع للامام او شيء محبط. احنا بقى عايزين ناخدها بشكل ايجابي،
عارفه ان الكلام ده ناس كتير بتقول عليه ده مجرد كلام تنميه بشريه، بس انا بقوله لكم عن تجربه. حين كتير جدا بيبقى الواحد بيمر بكرب او بيمر بابتلاء وبيقول انا هطلع منه وهكون اقوى، انا عايزه افخر بنفسي، انا عايزه اهلي يفخروا بيا، انا عايزه اقدم حاجه نافعه للمجتمع، انا عايزه اكون حد مؤثر تاثير ايجابي ربنا سبحانه وتعالى لما اموت يسالني عليه وابص الاقي ليا اثر ونفع صالح. ومن هنا بقى عايزه اقول النقطه الثانيه المهمه جدا جدا جدا، وهي حسن صله الانسان بربنا سبحانه وتعالى. لازم يكون في بينا جسر ممدود وجسر موصول طول الوقت بربنا سبحانه وتعالى، رغم تقصيرنا رغم ذنوبنا رغم افاتنا، بس خلي ليك خبيئه وخلي ليك صله بربنا سبحانه وتعالى، ممكن تكون هي الباب اللي يخلي ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في حياتك، ممكن تكون هي باب رجوعك ليه. لان ثقه الانسان بنفسه تعتبر في بدايتها وفي نهايتها هي توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. خليني مثلا اضرب لكم مثال قصه سيدنا موسى مع فرعون. سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ قال له اذهب الى فرعون انه طغى، برغم انه نبي معاه معجزات معاه اخوه سيدنا هارون. سيدنا موسى كان خايف درجة ان ربنا سبحانه وتعالى كلمه في القرآن وقال له ايه؟ لا تخافا انني معكما اسمع وارى. فهنا بقى تيجي بقى حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى والاستعانة بيه، وهنا تحول الموقف خالص. سيدنا موسى لما راح لفرعون قال كلا ان معي ربي سيهدين. شوفوا بقى ثقته في الله عز وجل، كل المعطيات بتقول ان البحر قدامه وان فرعون وجنوده وراه وانه عدده قليل مع المؤمنين اللي طلعوا معاه، فهي خلاص مدركون مدركون يعني هيمسكوهم هيمسكوهم خلاص عليك. فجأة ربنا سبحانه وتعالى يخليه يضرب بعصاه البحر تحول لجبل ويعدي سيدنا موسى ومن آمن معه، واللي في عز جبروته وعز طغيانه هو اللي ربنا ياخده أخذ عزيز مقتدر. فاحنا دايما عايزين يبقى شعارنا كلا إن معي ربي سيهدي. وهنا بقى لازم يكون لينا خبيئة مع ربنا سبحانه وتعالى. عارفين قصة أصحاب الغار ولما قفلت عليهم الصخرة وكل واحد دعا ربنا سبحانه وتعالى بحاجة ما كانش حد يعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا برضو عايزين كده، يعني مثلا صدقة خفية محدش يعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى، عمل صالح بينك وبين ربنا، ركعتين بتقومي بالليل تصليهم، يعني حاجه كده ايه بينك وبين ربنا، سر بينك وبين ربنا محدش يعرفه غير ربنا سبحانه وتعالى، تلجئي لله سبحانه وتعالى بيهم كده في المواقف وتدعي ربنا سبحانه وتعالى بيهم لما تكوني انت محتاجه. ثالث نقطه، ما تخليش حد يبني تصورك عن نفسك سواء كان بالسلب او بالايجاب. ثقتك بتيجي من نفسك انت، ما بتجيش من المحيط اللي حواليكي ولا بتيجي من الناس اللي حواليكي. بنشوف ناس قمه النجاح واهلهم اول ناس شايفينهم قمه الفشل، والعكس بنشوف ناس قمه الفشل واهلهم عمالين ينفخوا فيهم ينفخوا فيهم ومحسسينهم انهم ابن بارم ديف، في الاخر هم ولا حاجه في منتهى الهيافه. فانت ثقتك بنفسك بتاخديها من جواكي وبتاخديها من ذاتك. وبصوا اقول لكم حاجه، من خلال حاجات كتير مريت بيها، كنت قامت اتحط طلبات لمده 3 سنين ونص ايام الكليه، كنت قامت اللجنه الثقافيه، كنت بنظم مؤتمرات كتير، وبعد كده طلعت بقيت بقدم مؤتمرات بره الجامعه، وكنت بفضل الله يعني عندي شويه حاجات كده يعني حلوه كده ايام الجامعه، كنت متخرجه بسي في كان بالنسبه لي محترم جدا. اقول لكم ان كان في معظم تحركاتي انا كنت ببقى لوحدي، يعني ما كانش بيبقى معايا حد مرافق ليا كل حاجه كده او بيديني ثقه في نفسي في كل حاجه. كان في ناس كتير جدا جدا بيدعموني وبيقولوا لي كلام كويس جدا وكلام حلو قوي، بس في الاخر لو ما كنتش انا واثقه من المواقف اللي بمر بيها وممكن اكون بمر بيها لاول مره ولوحدي ما فيش حد موجود معايا فيها، كان ممكن اخفق فيها. عشان كده بقول لكم دايما خلي ثقتك نابعه من ذاتك، انا هقدر اعمل، انا هقدر اجتاز الموقف ده، انا هقدر اتكلم، انا هقدر ابقى قويه، انا هقدر اثبت نفسي في الحاجه اللي انا عايزاها دي، وهكذا. ولكن لازم تحوطي نفسك بالبيئه الايجابيه الداعمه، يعني بؤره الصحاب دي بالذات زي ما قالوا عنها الصاحب ساحب، وقل لي من تصاحب اقول لك من انت. اهلنا احنا مش بنختارهم، ممكن يكون ربنا رزقك باهل اصلا بيدعموكي، يا سلام بقى انعم واكرم، وممكن ربنا يرزقنا باهل ما يكونوش داعمين لينا، بس اصحابنا والمحيط اللي احنا بنبقى موجودين فيه هم دول اللي احنا بنختارهم. ما تقوليش ما بتاثرش، بتاثر. لما حد يقول لي اصل انت مش هتقدري، او اصلا اقول على نفسي قدام صحابي مثلا انا عايز اعمل كذا، فيقول والله اصل احنا مش عارفه نعرف مين عملها وما قدرش وفشل فيها، فما تضيعيش وقتك وما تضيعيش فلوسك، او يكونوا مثلا نفسياتهم نفسيات مريضه واحنا مش عارفين ان نفسياتهم مش كويسه. المهم اللي يقول لك كلام سلبي واللي يقول لك مش هتقدري واللي يكون سبب في انك انت يحصل لك نقص او تراجع في اي حاجه بتعمليها، اعرفي ان الشخص ده بالنسبه لك شخص تاثيره سلبي على حياتك، وما تسمعيش منه وطلعي كلامه من هنا
مش معنى كده ان اي حد ينصحنا نصيحة على غير هوانا او يقول لنا فرص الفشل في حاجة مثلا موجودة او فرص عدم النجاح والتوفيق فيها ممكن تكون عالية ان انا اقول لا او خلاص لا، بس الواحد بيغربل الكلام. هديكم مثال شوية قرب الصورة. انت بتقولي لنفسك مثلا انا عايزة اكون استاذة جامعة، عايزه اكون بعد ما اتخرج اتعين في الكليه، فبتبداي تجتهدي في المذاكره، فممكن تلاقي اصحابك يا ستي بلا بتاع كبري دماغك، او يا ستي يعني هم اللي اتعينوا استفادوا بايه، حاجه هي في مقدورك والكلمات بتاعتهم كلمات محبطه وكلماتهم كلمات مثبطه، ممكن تلاقي واحده فيهم في الاخر هي اللي عايزه تعمل حاجه زي كده بس بتقول لك كده عشان تاخد بعزم. لكن انا مثلا عايزه افتح مشروع، بروح اسال ناس خبراء في المشروع اللي انا عايزه افتحه، فقالوا لي والله ان فرص فشل المشروع بالشكل دوت اكبر من فقالوا لي مثلا ان فرص نجاح المشروع بالشكل ده او بالمعطيات دي اكبر من فرص نجاح، عدلي كذا اعملي كذا، ده مش معناه ان انا اسد وداني، لا الحالتين مختلفين، وده اللي اقصده بغربله الكلام. حاجه بقى اقول لكم عليها لطيفه جدا جدا وبتنفع جدا عن تجربه، اعملي ليكي مثلا دفتر نوت على التليفون، حاجه كده تكون مميزه تكون شكلها حلو وسميها مثلا نوته الثقه في النفس. احنا مش دايما ماشيين على نفس الوتيره، ساعات الواحد بيبقى محبط وساعات الواحد بتمر عليه لحظات بيحس فيها انه مش احسن حاجه وان نفسيته في الوقت ده نفسيه مدمره، حتى لو كان مين كلنا بيجينا اوقات بنحس فيها بالاخفاق، بنحس فيها ان احنا اللي وصلنا له ده مش هو ده بس اللي انا عايزه امر بيه، كلنا بيجينا اللحظات دي ودي حاجه طبيعيه جدا. لكن لما نفتح بقى الدفتر ده او النوت اللي احنا مسجلين فيه انجازاتنا والكلام الحلو اللي حوالينا قالوه علينا او كده، ده بيدينا طاقه ويخلينا نقول لا احنا عملنا حاجه حلوه ممكن نبني عليها، وده بيبقى مفيد جدا في لحظات الضعف النفسي اللي الواحد بيمر بيها او الاخفاق او احساسه انه معرفش يتخطى التجربه دي او انه واقف في المرحله دي كتير، بتديله زي دفعه كده تخليه ايه ينطلق لقدام. وفي المقابل بقى لما نلاقي حد عمل حاجه حلوه نقول له، ليه؟ لان هو ممكن يكون اللحظه اللي انت بتقولي له فيها دي كان محتاج كلمه حلوه تتقال له تغير موده وتغير حياته تديله دافعيه. الانسان زي ما بيقولوا اسير الاحسان، فلما احنا نشاع طاقه ايجابيه ونقول للي حوالينا كلام ايجابي هتلاقي اللي حواليكي كمان بيقول لك كلام حلو، لان طاقه العطاء بتبقى طاقه متبادله. بمناسبه العطاء وهي فكره ان احنا لازم يكون لينا عمل خيري او عمل خير او حاجه حلوه احنا بنعملها بتاثير ايجابي للي حوالينا، هتقولي ظروفي لا تسمح، انا اصلا مش معايا فلوس اتصدق، انا اصلا مش معايا فلوس ادي لحد، اقول لك اضعف الايمان، طبختي طبخه حلوه، طبق حلو واعمليه لجارتك، اعمليه لسلفتك، نزليه لحماتك، نزليه لحد من قريباتك. الحاجات الصغيره دي على فكره بيبقى ليها تاثير كبير جدا، حتى الدراسات النفسيه بتتكلم ان الانسان لما بيعطي بتجيله مشاعر ايجابيه كبيره جدا، بتترد له سعاده عاليه جدا جدا في حياته من غير ما يحس، برغم انها ايه حاجه بسيطه جدا، ودي اللي بيقولوا عليها متعه العطاء، وده بيخلي الواحد ما يحسش انه اناني، فخلي فيه عطاء حتى لو صغير. وطبعا كلامي على الناس الاسوياء النفسيين، المرضى النفسيين ما لناش علاقه بيهم. النقطه بقى الجايه اللي هقولها دي هي بقى التوب بقى، هي انك تستثمري في نفسك، كل يوم تتعلمي معلومه جديده حتى لو معلومه رفيعه خالص، فثروتك وراس مالك في عقلك في ثقافتك وفي مهاراتك وفي الحاجات اللي انت اتعلمتيها. تراكم المعلومه الجديده على المعلومه الجديده على المعلومه الجديده هيخلي عندك بعد كده ثقافه عاليه جدا وهيخليكي موسوعه في حاجات كتير. ممكن المعلومه اللي تتعلميها دي تكون في حاجه انت عندك شغف بيها وانت اصلا ليكي ميول ليها فبتتعلمي فيها فبتستمتعي وفي نفس الوقت بتعملي حاجه انت بتحبيها. انا مثلا واحده بحب جدا مجال التربيه، فممكن كل يوم اتعلم معلومه تربويه جديده اسمعها من حد مختلف، او افتح فيديو اسمع بيه محاضره لحد تربوي بيتكلم في نقطه معينه انا حاسه ان انا حابه اتعلم فيها. اقري كتاب على الاقل كل كام شهر، كتابين في السنه، كل يوم مش اقري لك 10 صفحات، المهم ان لازم القراءه تكون داخله جوه حياتنا. وانا عارفه ان احنا ما بنحبش القرايه وناس كتير هتقول لي انا ما بحبش القرايه، هي دلوقتي بقى في بدائل كتير جدا جدا الا وهي الاوديو بوكس او الكتب المسموعه، الكتب المسموعه بقت موجوده على منصات كتير، موجوده حتى على اليوتيوب وموجوده بملخصات. الحقيقه ما عنديش وقت ان اقعد اقرا الكتاب واشوف الكتاب ده كويس ولا لا، وضيعت من وقتي كتير، وانا الكتاب بالنسبه لي في الاخر مش كتاب شيق او مش حاجه انا حابه ان انا اقراها يعني او هستفيد منها او اطلع منها بحاجه كويسه. فبعمل ايه؟ عندي كذا ابلكيشن على التليفون ومتابعه اكتر من قناه يوتيوب بتعمل ملخصات للكتب، بدخل اسمع ملخص الكتاب وانا بلبس، يعني مثلا نازله الشغل رايحه مشوار بتاع وانا بلبس على ما بكوي الهدوم وبختار الطقم وبروح فاتحه الايه الكتاب بتاع النهارده الابلكيشن اختاره او طلع لي ان هو تم تلخيصه على احدى قنوات اليوتيوب، وانا بشغل الصوت عالي وببقى شغاله في البيت او بعمل اللي بعمله وانا بسمع
وبعدين اذا عجبني بروح محملاه بي دي اف شارياه وابدا اقراه، وبحس ان انا كده بالعكس استثمرت. اصلا لو ما عجبنيش انا في الاخر استفدت وطلعت بمعلومه جديده في مجال ممكن يكون مش هوايتي ومش عايزاه قوي ومش عايزه ازود قوي فيه الاطلاع، بس طلعت منه بمعلومه. في كمان دلوقتي ابلكيشن او تطبيقات مخصصه للكتب المسموعه، تديك الكتاب كله مقروء، وبالتالي ما بحبش اقرا فانا بسمع مشغوله، وانا بدل ما انا قاعده ساكته لا بسمع حاجه، فده طبعا بيديك ثقافه وعلم كبير جدا. وبداي القرايه بحاجه انت كمان بتحبيها وليكي ميول وشغف عليها، عشان ده يخليكي تستمري. قليل دائم خير من كثير منقطع. استثمري في نفسك كمان عن طريق تعلم المهارات، ممكن تكون حاجه انت بتحبيها، ممكن تكوني حاجه انت نفسك تتعلميها مالكيش تقول عليها بس عايزه تتعلميها، او هوايه انت اصلا بتحبيها تثقلي نفسك فيها، رسم، تصوير، تطريز، اشغال يدويه، اي حاجه من الكلام ده تعلمي فيها، فهتلاقي نفسك بعد فتره حبه في حبه وصغير بصغير تلاقي نفسك بقى عندك خبره كبيره قوي فيها وبقيتي بتتقنيها. على فكره ممكن تكون الهوايه دي طبخ، كتابة مثلا، حاجة برضو حابة اتكلم فيها، ونقاط القوة ونقاط الضعف. معظم الناس اللي بتتكلم في الثقة في النفس دايما بتتكلم على نقاط الضعف ونميها وكبريها. حابة بقى انا اخد الموضوع من زاوية تانية، مش بس انك انت تقوي نقاط الضعف اللي موجودة عندك، لان ساعات نقاط الضعف بتاخد وقت طويل قوي عشان تتقوى، هنعمل ده مفيش مشكلة، لكن كمان نقاط القوة اللي عندنا هنشتغل عليها، وممكن يخلي الواحد يحبط بعد فترة. لكن لو اشتغلنا على نقاط القوة خليناها نرفع نقاط الضعف هتلاقي المسألة بقت مختلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده مع الصحابة بشكل لطيف قوي، زي مثلا يجي يقولوا ايه، نعم الرجل فلان لو كان يقيم الليل. اخيرا ومن اهم النقاط اللي بتبين ثقتنا في نفسنا هي شكلنا الخارجي، لبسك يكون نظيف مكوي منسق بشكل حلو، تبقي فرد ظهرك وانت بتتكلمي، وان انا ابقى مش متطية كده وماشية كده مقتبة زي ما بشوف بعض البنات وحاسة ان انا مكسوفة من شكلي ومكسوفة من نفسي. كلماتك تبقى واضحه. الصوت على فكره بيبين قد ايه الشخص ده واثق من نفسه ولا لا. لو الصوت عالي كده بيبقى الحقيقه مزعج، وبيبقى الشخص ده مصدر ازعاج للي حواليه. الصوت واطي كده بيبقى مطاطي، وبالتالي برده بيخلي الواحد مش متقبل قوي. طول ما انا مثلا صوتي في المعدول قاعد كده شادد نفسي، الصوت هيطلع بشكل كويس ويخلي الواحد يكون متقبل عند اللي حواليه. كل دي حاجات بتخليكي واثقه في نفسك. فما ينفعش ابقى شكل والعقل والثقافه مش موجود، والعقل والثقافه بيحتاج برده الشكل يبقى كويس. في حاجات احنا نملكها في موضوع الشكل، وفي حاجات احنا ما نملكهاش. شكلي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقني بيه انا مملكوش، بس في حاجات انا املكها. مش لازم اكون بلبس ماركات عشان اكون واثق من نفسي، او بلبس لبس مش عارفه غالي وجايباه بالمبلغ الفلاني عشان اكون واثقه من نفسي. لا، موضوع اللبس اهم حاجه، ان اللبس يكون متناسق مع بعضه، يكون نظيف، يكون مكوي، ما يكونش مكرمش وشكله مبهدل. اعرف اختار اللبس المناسب لشكلي، ده هيديني ثقه عاليه جدا جدا في نفسي. وبكده تقريبا ممكن اكون نقلت لكم تجربتي الكامله في موضوع الثقه بالنفس. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه اكتر نقطه استفدتوا بيها من الفيديو ده. اشوفكم في فيديو جديد.